يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ED or MS active directory write management server. ال ATR MS ظهر من ايام 2008 سيرفر وتقريبا نفس الكونفيجريشن اولموست نفس الكونفيجريشن مع اختلافات بسيطه جدا من ايام 2008. تمام. السيرفر ده بيعمل ايه؟ وحتى من 2003 كمان ابطوه حتى مش 2008. تمام. السيرفر ده بيحدد البروتكتد او بيحدد البرميشنز على البروتكتد دوكيومنت. يعني دلوقتي على سبيل المثال لو انا عندي شيرد فولدر، تمام، والشيرد فولدر ده انا مدي عليه موديفاي برميشن لكل اليوزر لكل الاثنتيكيتد يوزر. تمام. احمد هيدخل على الفولدر ده وهيكتب داتا بتاعته وهيعدل على ملفات غيره لان ليه موديفاي على مستوى الملف بالكامل. تمام. محمد هيدخل على الملف ده يعدل في ملفاته ويعدل في ملفات احمد لان الفولدر بالكامل ليه زي ما اتفقنا موديفاي برميشن. مشكله كبيره ولا لا؟ مش بس كده، اي حد ممكن ياخد الملف ده على فلاشه ممكن يفتحه في اي مكان تاني. تمام. الار ام اس بيحميني اساسا مثلا ان الملف بتاعي يكون على فلاشه وان الفلاشه تتسرق. ساعتها لو اتسرقت لا اللي هيسرق الفلاشه مش هيعرف يفتح الملف. تمام. هيحميني من الستول اللابتوب، لابتوب انا نسيته في التاكسي ولا حاجه محدش يعرف يفتح الملفات اللي عليه. تمام. بس في حاجات مش هينفع ان هو يحميني منها. على سبيل المثال مش هيحميني مثلا ان حد ياخد سكرين شوت من الملف ده برنت سكرين، مش هيحميني ان حد بكاميرا موبايل ولا حاجه يصور الملف ده. فانا ستيل برضه ليميتد في شويه حاجات بسيطه. بلس ان البرميشنز بتاعته احلى بكتير. على سبيل المثال انا ممكن ان انا امنع اليوزر من برنت، يعني يعمل كل حاجه يموديفاي ويكتب كل حاجه لكن يبرنت لا. تمام. ممكن مثلا احمي كمان نفسي ان ايميل مبعوث ليوزر ما يعرفش يعمل له فورورد ولا ريبلاي لانه مش بيمانج الدوكيومنت بس المقصود بيها اللي هي الملفات الوورد يعني، لا ده ايه الايميلات كمان. على سبيل المثال ايميل ممنوع ان اليوزر يعمل له ريبلاي او يعمل له فورورد. تمام. فهو السيرفر بصراحه يعني اكتر من رائع. الاي تي ام اس ADR MS requirement لازم يبقى في عندي بيئة دومين كنترولر لان اليوزر هيأثنيكيت اساسا من الدومين كنترولر. تمام. certificate authority لازم يبقى في عندي certificate authority server. ممكن ان انا استخدم SQL database او internal database. ليه؟ انا كمان شوية ان شاء الله النهاردة في العملي هعمل حاجة اسمها template. يعني ايه؟ بدل ما اخلي اليوزر يحدد الصلاحيات اللي على مزاجه براحته هو من حقه برضه، بس اضبط له تمبلت. تمبلت يعني ايه؟ اعمل له تمبلت على سبيل المثال فيو اونلي. تمام. وهو بيظبط البرميشن على الملف بتاعه بدل ما يبدا ان هو يختار البرميشن يختار التمبلت اللي اسمها فيو، يختار التمبلت اللي اسمها مش عارفه موديفاي. تمام. التمبلت دي كلها هتبقى عباره عن ايه؟ داتا بيز موجوده فين؟ يا اما سيكوال سيرفر يا اما انترنال داتا بيز. انا ما عنديش سيكوال سيرفر فاللي انا هستخدمه النهارده ان شاء الله انترنال داتا بيز. تمام. ار ام اس اوير ابلكيشن يعني ايه؟ الكلام ده اساسا زي ما قلت لكم بيحمي لي الملفات. زي مين؟ ملفات بقى الوورد والاكسل والاكسس والكلام ده كله من ايام اوفيس 2003 لغايه اوفيس 2016. الاوتلوك، الشير بوينت، الاكستشينج ما انا بقول لكم بيحمي لي الاملاك كمان. تمام. الاكس بي اس فيور. ايه الاكس بي اس ده؟ ده الامتداد زي البي دي اف كده بس ده خاص بمايكروسوفت. يعني انا لو عندي ملف بي دي اف ممكن افتحه اكس بي اس. بس بي فيري كارفول لان اساسا شركه ادوب اكروبات عندها برودكت شبيه باللي احنا بنعمله ده بس خاص بيها بيحمي ايه؟ الملفات. تمام. لو انا عندي ملف بي دي اف وعايز ان انا اطبق عليه البرميشنز اللي هتجيلي من الار ام اس سيرفر لازم احول الامتداد بتاعه لاكس بي اس. على سبيل المثال البرنتر الوهميه اللي بتنزل مع الويندوز دي اسمها اكس بي اس، فانا ساعتها بطبع الملف ده مره ثانيه عن طريق اكس بي اس عشان احول الامتداد بتاعه. تمام. اي تي ام ار اس سوفت وير ديفلوبمنت كيت اس دي كي ده عباره عن ايه؟ دول مش بس الابلكيشنز الاور ابلكيشنز للار ام اس، ده الديفلوبر ذات نفسه ممكن ينزل تول اسمها اس دي كي
ويعمل ابلكيشن اساسا يبقى اوير بالار ام اس، يعني ينفع ان انا اطبق عليه برمش. تمام. علشان بقى ان احنا نعمل الكلام ده الار ام اس، لازم يبقى في عندي اساسا يوزر هجريته على الاكتف دايركتوري، تمام، وريكومندد، هو مش ماست بس ريكومندد، ان انا اتاكد ان هو مش ينفع ان يعمل تشينج للباسورد ولا الباسورد بتاعته تبقى اكسبايرد. وده مش يوزر هلوج ان دي على السيستم خالص، ده هيبقى سيرفيس اكونت هحتاجه اثناء الانستليشن بتاع الار ام اس، انما ده انا مش هلوج ان دي على السيستم خالص. تمام. اليوزر لازم يبقى ليه، اي يوزر هيحمي ملفاته، لان اليوزر هو اللي هيحدد ان هو عايز يحمي ملفاته عن طريق الار ام اس. اي يوزر عايز يحمي ملفاته عن طريق الار ام اس لازم يبقى ليه ايميل اتريبيوت. يعني ايه ايميل اتريبيوت؟ ماست يبقى عندي اكستشينج سيرفر؟ لا، جاست بس تولز اكتف دايركتوريز اند كمبيوترز. هنا مثلا عبير اتاكد ان في هنا عندها ايميل اتريبيوت. تمام. زي مثلا عبير، ها، عبير @tshirt.com. تاني ماست يبقى عندي اكستشينج؟ لا، حطوا انتوا اي ايميل اتريبيوت. وطبعا في بيت الاكستشينج كده كده الاكستشينج بالظبط هيرمي هنا الميل اتريبيوت لوحده. وانا سؤالي لو انا عندي اكستشينج وهو مثلا في لوزنج انا كادمن انا بحطها مانيوال، هتحطيها مانيوال بالظبط. تمام. انا ما عنديش اكستشينج دلوقتي، صح، انا هحط كله ايه مانيوال. انت طبعا لو عندي اكستشينج هو لوحده اصلا بيسمع فين؟ في الاتريبيوت ده. تمام. ار ام اس كلاينت، انا هحتاج اساسا ان الاوبريتنج سيستم بتاع كلاينت يكون بيفهم الار ام اس، عليه سوفت وير كده اسمه ار ام اس كلاينت. تمام. الكلام ده ابتداء من ايه؟ من ويندوز فيستا و7. طب لو انا عندي مكنه اكس بي ينفع ان هي تبقى فعلا كلاينت للار ام اس؟ اه، بس هتضطروا الاول ان انتوا تعملوا داونلود لطول كده اسمها ار ام اس كلاينت. يعني حتى الاكس بي ينفع نشتغل مع ار ام اس، بس الاول هتعملوا داونلود لمين؟ ار ام اس كلاينت. هو الاول من الاكس بي ولا هو من اول الفيستا؟ الادم فيستا. صح؟ الأقدم بيستا؟ الأقدم اكس بي، الاكس بي وبعدين الفيستا وبعدين الفيستا. تمام؟ الانستليشن كونفيدريشن مش ريكومندد نهائي ان الار ام اس سيرفر يكون هو نفسه الجهاز بتاع الاكتف دايركتوري. وعشان كده احنا عاملين هنا مكانتين، دي المكنه بتاعت دي اللي كنا شغالين عليها اساسا بتاعت الروت سي اي، ودي بتاعت الار ام اس اللي احنا هنسطب عليها دلوقتي الار ام اس. وخليناها بس كل اللي احنا عملناه ان احنا خليناها ميمبر مودول، ما عملتش عليها اي حاجه، مكنه جديده. تمام. علشان اقدر ان انا اسطب الار ام اس لازم في البدايه اكون انتربرايز ادمن. لازم في البدايه اكون ايه؟ انتربرايز ادمن. بعد الانستليشن ممكن اشيل نفسي من اليوزر اللي بيسطب ده، ممكن اشيله من الانتربرايز ادمن، مفيش مشكله. امال لي اثناء الانستليشن بالذات اليوزر اللي بيسطب لازم يكون ممبر من الانتربرايز ادمن، لانه لازم يرجستر حاجه اسمها سيرفيس كونفيجريشن بوينت. سيرفيس اس سي بي، سيرفيس كونفيجريشن بوينت. ايه ده؟ دي عباره عن سيرفيس عن طريقها الكلاينت، الويندوز الكلاينت بيقدر ان هو اوتوماتيكالي يديتكت الار ام اس. دي عباره عن ايه؟ سيرفيس كده لازم تنزل عشان عن طريقها الكلاينت اساسا اوتوماتيكالي هيديتكت مين؟ السيرفر بتاع الار ام اس. تمام. ريكومندد كمان ان انا اعمل سي نيم ريكورد للار ام اس. واتوفر اسم المكنه بتاعتي ايه، ريكومندد ان انا اعمل لها سي نيم ريكورد. ليه؟ بنفضل ان السي نيم ريكورد بتاعي اسميه مثلا ار ام اس، عشان الكلاينت واتوفر اسم الماشين بتاعتي ايه حتى واسم المكنه لو اتغيرت يفضل هو على طول باستمرار شايف السيرفر باسم ار ام اس. ما هو المكنه بتاعتي هنسميها مثلا سيرفر 1، جيت بعد شويه قمت مغيرها سيرفر 2، هتعدل في الدي ان اس ريكورد بتاعها، صح؟ اليوزر مش عارف، فريكومندد ان انا اعمل له ايه؟ سي نيم ريكورد الياس، يبقى اسمه ار ام اس. يبقى وات ايفر اصلا اسم السيرفر بتاعي لو اتغير واسمه بالتالي اتغير جوه الدي ان اس، اليوزر باستمرار شايفه ار ام اس. بالظبط. تمام. تعالوا بقى ان احنا نبدا نسطب. هو الخطوات بتاعته طويله شويه، بس يعني احنا هنا ملخصينها كويس، يعني ان شاء الله نمشي واحده واحده هتلاقي الموضوع سهل قوي. هو ده يعتبر من اطول السيرفرات واتخنها شويه. تمام. ده والفيدريشن. تمام. اول حاجه على مكنه الدومين كنترولر هكرييت سيرفيس اكاونت. حاضر. على مكنه الدومين كنترولر ريكومندد بس ان انا اجي هنا اعمل او يو نيو او يو، هسميها مثلا
ار ام اف ويو. وكاريت هنا يوزر نيو يوزر افضل ان انا اسميه اندرسكور ار ام اف. وكنت قلت لكم افضل دايما ان الحاجات دي بحط لها في الاول اندرسكور عشان تفضل ظاهر عندي في الاول. تمام. نيكست الباسورد بتاعه ده يوزر انا عمري ما هلوجن بيه بس انا هحتاجه عشان عن طريقه اسطب الار ام اف. تمام. فعشان كده ريكومندد ان انا اشيل علامه الصح دي عشان ما يعمليش مشاكل قدام. وبرضه اقول له باسورد نيفر اكسباير لان احنا عارفين ان في الدومين الباسورد باي ديفولت بتبقى اكسباير بعد 40 يوم. تمام. نيكست فينش دي اول خطوه. الخطوه اللي بعديها هيبقى عندي يوزرز زي مثلا كاريت واحد كمان عشان نبقى نتست عليه. لازم كل اليوزرز بتوعي يكونوا عندهم ايميل اتريبيوت. يكون عندهم ايه؟ ايميل اتريبيوت. حتى لو ما عنديش بيت اكس تشيكش احطه مانيوال بيجي. تمام. بعد كده دومين يوزر ايميل اتريبيوت زي ما اتفقنا ريكومندد ان انا اعمل ايه؟ سي نيم ريكورد. انا في حالتي مش محتاجه لسبب واحد بس ان انا لو دخلت على تونس دي ان اس تمام فورورد لوك اب زون تي شوب انا المكنه بتاعتي اوريدي انا مسميها ار ام اس. فانا لو كنت كريت سي نيم ريكورد هسميه برضو ار ام اس. تمام. فانتوا تاني ريكومندد ان انتوا تعملوا سي نيم ريكورد عشان لو السيرفر اتغير اسمه اتغير باستمرار يبقى اليوزر بيكونكت على السي نيم ريكورد اللي اسمه ار ام اس. جاست بس ان انا هقول له هنا ايه نيو فين فين سي نيم وسموه هنا الاسم اللي انتوا عايزينه وبراوز على الريكورد بتاعي اللي هو في حالتي اسمه ار ام اس. انا مش هعمل الخطوه دي. تمام. بعد كده على الجهاز بقى بتاع الرايت مانجمنت سيرفر اول حاجه هسطب السيرفيس بتاعته هي عباره عن رول. تمام. بعد كده هعمل لها كونفيجريشن. بعد كده هلوج اوف من السيستم وادخل تاني. نمشي الخطوات دي. اول حاجه هاجي على الجهاز بتاع الاي دي ار ام اس هاجي على اد رولز اند فيتشرز نيكست. تمام. واسطب هنا اكتف دايركتوري رحت فين رايت مانجمنت سيرفيس. تمام. قال لي طب انا هسطب لك كمان الاي اي اس هعرف كمان شويه انا محتاجه الاي اي اس ايه. اد فيتشر نيكست نيكست وهقبل كل حاجه على الديفولت. احنا لسه ما اخدناش الفيدريشن سيرف. تمام. بس انا عندي امكانيه ان انا اربط الار ام اس بالفيدريشن سيرف. تمام. لما ناخده المره الجايه هنبدا بيه المره الجايه باذن الله هنعرف ان الفيدريشن سيرفر ده عن طريقه مثلا انا عندي اثنين سايت شركه مثلا والبارتنر بتاعها بدل ما اعمل تراست ما بينهم زي اللي عملناه قبل كده عن طريق الاكتف دايركتوري لما عملنا اكتف دايركت تراست. تمام. انا ممكن اعمله بطريقه افضل عن طريق الفيدريشن سيرفر وممكن اربط الاثنين ببعض. تمام. انا في حالتي ما عنديش فيدريشن سيرفر نيكست وهقبل هنا كل الديفولت. تمام. هوقف بقى الفيديو لغايه ما نخلص انستليشن ونكمل. بعد ما اخلص انستليشن كلوز احنا اتفقنا ان اول خطوه انستليشن هيظهر عندي هنا علامه النوتيفيكيشن عشان اعمل كونفيجريشن بيرفورم اديشنال كونفيجريشن. تمام. دي تقريبا اطول خطوه يعني في الموضوع. نيكست قال لي اكريت لك دلوقتي نيو اي دي ار ان اس كلاستر ولا اجوين كلاستر اوريدي اكزيست. ايه الكلاستر ده بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلاستر معناه ايه؟ انا ممكن يبقى في عندي اكتر من ار ام اس سيرفر جوه نفس الكلاستر. تمام. واعمل ما بينهم لود بالانس سواء هاردوير لود بالانس او سوفت وير لود بالانس. في جهاز زي اف 5 في جهاز اسمه اف 5 اصلا بيشتغل كلود بالانس يعني الريكوست الاولاني يبعته للسيرفر ده الريكوست الثاني يبعته للسيرفر ده. ولو انا هشتغل سيكوال سيرفر يبقى عندي على سبيل المثال اثنين سيكوال سيرفر وطالما في اثنين سيكوال سيرفر احط الاستورج بره واعمل كلاستر. احنا اتفقنا قبل كده ان لو انا عندي تو سيرفر هكتب عليهم ما ينفعش ان انا اكتب عليهم في نفس الوقت هيحصل مشكله. فبعمل لهم ايه؟ كلاستر. الاستورج بتاعتهم هتبقى فرديه. تمام. فانا دلوقتي عندي كلاستر هنا لا فكريت انا كلاستر وبعد كده لو انا عملت ار ام اس جديد ممكن ان هو يجوين الكلاستر دي. نيكست
سبيسيفاي داتابيز سيكوال سيرفر، بيقول لي هنا حطي لي انستانس للسيكوال سيرفر، انا ما عنديش، انا هستخدم انترنت داتابيز. تمام، دي اللي كنت بقول لك عليها النهارده يا سارة كل يوم، دي هتحتاجيه في الحاجات اللي زي دي. تمام، نيكست. طب مين هو اليوزر دلوقتي اللي مسؤول ان هو يكونفيجر السيرفر؟ السيرفيس اكونت اللي انا لسه كريتيه، فاقول له سبيسيفاي تي شوت على كان اسمه ار ان اس. تمام، نيكست. بيقول لي دلوقتي استخدم لك كريبتوجرافيك مود 2 ولا كريبتوجرافيك مود 1. بصوا اصلا الار اس هي ايه هنا 1024 بت و اس اتش اي فيرجن 1، لكن اللي فوق اس اتش اي 256 وار اس اي 2048، يبقى مين الافضل كسكيورتي؟ مود 2. انا هستخدم دلوقتي مود 1 لسبب واحد بس، عشان البرفورمانس ينجز معايا بس مش اكتر، لان احنا قلنا قبل كده مليون مره كل ما بزود السكيورتي البرفورمانس بيقل. تمام، نيكست. بيقول لي دلوقتي يوز اي دي ار ام اس سنترالي مانجد كي ستورج. يعني ايه؟ المفروض دلوقتي ان هيبقى عندي مجموعه من السيرتيفيكت. تمام، كل يوزر هيبقى له سيرتيفيكت، احطها فين؟ انا ما عنديش سي اس بي ستورج، ده سيرفر كده اسمه سي اس بي، انا ما عنديش، فاقول له خزنها لي ايه؟ سنترالي مانجد باي كي ستورج. تمام، نيكست. طب الباسورد هيفرق معايا ايه الباسورد ده؟ اي سيرفر بعد كده هيجون على الكلاستر اللي انا بعملها هيحتاج الباسورد دي. مش بس كده، لو لا قدر الله حصل اي مشكله في السيرفر ده هقدر تاني ارجعه يشتغل عن طريق الباسورد دي. فوق حتى بيقول لي يوز ذا كلاستر كي باسورد تو انكريبت ذا كلاستر كي، وهشفر بيه الكي. تمام، تو جوين اي سيرفر تاني للكلاستر ده. تمام، اور تو ريستور فروم باك اب، لو انا كنت عملت له باك اب وحصل فيه مصيبه وعملت له ريستور هحتاج الباسورد ده. تمام، حاضر، نحط له باسورد. نيكست، قال لي دلوقتي مش احنا كنا اتفقنا ان هو سطب معايا الاي اي اس، انا سبت كل حاجه عندي فل، فالاي اي اس اصلا بيسطب ديفولت ويب سايت. تمام، فاقول له ماشي اوكي، ده الديفولت ويب سايت اللي انا هكري جواه دلوقتي فيرتشوال دايركتوري، هو لوحده، او مش انا اقصد هو الار ان اس لوحده هيكري جواه ايه؟ فيرتشوال دايركتوري. نيكست، بيقول لي استخدم دلوقتي الاس اس ال ولا تستخدميه ان انكريبتد؟ انا في حالتي مش عايزه السيرتيفيكت ولا حاجه يعني. تمام، فاختار ايه؟ ان انكريبتد. بس بيقول لي فوق ايه؟ خدي بالك لو انت اخترتي ان انكريبتد مش هينفع ان انت تربطي السيرفر ده بالفيدريشن سيرفر. ماشي يعني. تمام، والسيرفر بتاعي اسمه ايه؟ ار ان اس دوت تي شوت دوت كوم على بورت 80. تمام، نيكست، هتسمي ار ان اس. ماشي يعني. اريجستر الاس سي بي ناو. ما هي دي اللي انا قلت لكم، عشان كده انا بسطب دلوقتي، او للدقه انا بكونفيجر دلوقتي انتربرايز ادمن عشان اقدر اعمل الخطوه دي. وقلنا الاس سي بي دي عباره عن ايه؟ دي السيرفيس اللي بتخلي الكلاينتس اساسا اوتوماتيكالي ديتكتوا الار ان اس سيرفيس. نيكست، سمري عن الموضوع انستول. تمام، تعالوا نشوف كده طالب مني ايه بعديها. قلنا الخطوه اللي بعديها ان انا هعمل ايه؟ هلوج اوف ولوجن تاني. تمام، بعد كده هدخل على الاي اي اس مانجر. انا طبعا اصلا مش هسطبه لان احنا اتفقنا ان هو اوريدي اتسطب ومكريت جواه فيرتشوال دايركتوري. الفيرتشوال دايركتوري ده اسمه اندرسكور دبليو ام سي اس. تمام، فانا جاست بس ان انا هعدل فيه شويه حاجات، هعمل انيبل للانونيمس. الانونيمس ده عشان اليوزرز العاديين يقدروا ان هم يلوجنوا اساسا او يدخلوا على الار ان اس. تمام، وبعد كده هدخل على حاجه اسمها لايسنسنج، وبرده هعمل انيبل للانونيمس عادي. شوف كده خلص ولا لسه؟ لسه، هوقف بس الفيديو لغايه ما يخلص، وبعد كده زي ما اتفقنا نعمل لوج اوف ولوج ان تاني. تمام، خلص اهو كلوز، واتفقنا ان هعمل له ايه؟ ساين اوت او لوج اوف. ندخل تاني، هدخل بعد كده على تولز اي اي اس. لو نزلت دلوقتي تحت الديفولت ويب سايت، ها
هنلاقي فيه هنا زي ما اتفقنا في فيرتشوال دايركتوري اتكلم صح، وفي تحتيه شويه ملفات. فهدخل الاول على اندرسكور مش عارفه ايه كده، وادخل على اوثنتيكيشن دبل كليك، واعمل انيبل للانونيمس اوثنتيكيشن، كليك يمين واقول له ايه انيبل، وبعد كده هدخل على اللايسن وادخل على اوثنتيكيشن، ونفس الكلام هعمل انيبل بالظبط عشان اليوزرز يقدروا ان هم يدخلوا عليه. تمام. بعد كده اخر حاجه هعملها في الجزء ده ان انا هريستارت السيرفر. ممكن طبعا الريستارت من ان انا بكليك يمين على اسم الجهاز واقول له ايه ستوب للسيرفيس وريستارت او ستارت للسيرفيس. تعالوا نجربها مثلا بالامر ده، كوبي اسهل وخلاص، اي اي اس ريسيت. انت كانك بالظبط جيتي على ايه السيرفر كده هنا ستوب، وبعد كده عملتي له ستارت. تمام. فانت بتكتبيها عن طريق امر في الدوس وخلاص، ماشي هي هي. تعالوا بقى اجي دلوقتي على الاكتف دايركتوري، هكريت اثنين شيرد فولدر، واحد على سبيل المثال انا هسميه ار ام اس تمبلت، والتاني هسميه ار ام اس دوكس. ايه الفرق ده بينهم؟ مش احنا لسه قايلين في اول الجزء ده ان انا هكريت تمبلت صح؟ تمبلت هسميها مثلا فيو اونلي، تمبلت هسميها موديفاي، بحيث ان اليوزر لما يحب ان هو يظبط بيرميشن على الملفات بتاعته بدل ما يظبط البيرميشن فروم سكراتش من البدايه يكونكت على مين؟ تمبلت وخلاص. التمبلت دي هحطها جوه الار ام اس تمبلت، هحطها جوه مين؟ ار ام اس تمبلت. تمام؟ وبعد كده الملفات بتاعتي بقى ذات نفسها اللي اليوزرز هيكتبوا فيها هحطها على ار ام اس دوكس. تمام؟ ماشي حاضر. نعمل الكلام ده، هاجي على كاز الاكتف دايركتوري على سبيل المثال، اي فايل سيرفر طبعا. تمام. هاجي على سي سي مثلا وكريت له هنا فولدر ار ام اس تمبلتس وار ام اس دوكس، ودول لازم يكونوا متشيرين. تمام. شير بلاش طبعا ريكومندد ايفري وان، واد الاوثنتيكيتد يوزر. اه لا عادي، وادي لهم ايه تشينج. تمام. وطبعا في السكيورتي نفس الكلام، اد الاوثنتيكيتد يوزرز وادلهم موديفاي، لان زي ما اتفقنا كمان شويه هتست احمد وعبير، فالاثنين محتاجين ان هم يبقى ليهم رايت بيرميشن على الفولدر ده عشان اصلا يقدروا يكتبوا جواه. تمام. واجي على التمبلت هشيره برضو شير الاول كده، في هنا هنت بسم الله الرحمن الرحيم. الار ام اس سيرفيس يوزر اكونت لازم يكون ليه رايت بيرميشن على الار ام اس الفولدر اللي انا بشيره دلوقتي ده. تمام. مش انا مكريته دلوقتي سيرفيس اكونت، لان كمان شويه هبراوز على الفولدر ده عشان اكتب جواه التمبلتس بتاعتي. تمام. فلو انا السيرفيس يوزر ملهوش بيرميشن عليه مش هيقدر ان هو هيديني ايرور من الاخر، اصلا هيديني اصلا ايرور مش هيكمل. تمام. فهاجي هنا ايفري وان لا ات اندرسكور اسم ار ام اس وهديله تشينج عشان يقدر يعدل في الفولدر ده، ونفس الكلام بالنسبه للسكيورتي. يعني اتفقت معاكم ان انا هكتب جواه اليوزر ده اصلا، السيرفيس يوزر ده اصلا هيكتب جوه الفولدر ده. تمام. الخطوه اللي بعديها هاجي على ADR ام اس، خلاص الاي اس انا مش محتاجاه، هفتح الكونسول بقى ذات نفسه اكتب دايركتوري رايتس مانجمنت سيرفيسز. اول حاجه خالص لو نزلت تحت كده ممكن مثلا على سبيل المثال اضغط هنا على فيو ريبورتس. تمام. لو ضغطت عليها دخلني على كتابه هنا اللي اسمها ريبورت. تمام. ممكن اعمل داونلود لطول اسمها ريبورت فيور كنترول، دي بتساعدني ان انا اعمل ريبورتات عن الار ام اس، بس ساعتها لازم يكون بمساعده السيكوال سيرفر. تمام. لو دخلنا مثلا على سبيل المثال على سكيورتي بوليسي سوبر يوزر، هي فكره الار ام اس
ان اليوزر اصلا هينكريبت محتويات الملف، هينكريبت ايه محتويات الملف، ويسمح لناس معينه بس ان هم يعملوا له ديكريبت. انا بقى كادمن ممكن ان انا اضيف سوبر يوزر، السوبر يوزر ده من حقه ان هو يديكريبت ملفات اليوزر. اعتبريها كده، هو مش مانج للسيرفر ككل، هو بس ديكريبت ايه محتويات ايه تمام. كلاستر كي باسورد، لو انا حبيت مثلا ان انا اغير الباسورد بتاعت الكلاستر اللي حطيناها اثناء الويزرد. تمام. دي كوميشننج. ايه دي كوميشننج؟ دي افرضوا دلوقتي ان الار ام اس ذات نفسه وقع، حصل فيه اي مشكله وقع، طب ايه بقى ملفات الناس خلاص هتفضل انكريبتد؟ لا. فلو انا ناويه ان انا دلوقتي اعمل ان انستول للار ام اس، المفروض الاول ان انا اعمله دي كوميشننج عشان الملفات يتعمل لها ديكريبت تاني، عشان ملفات الناس ايه يتعمل لها ديكريبت. تمام. اكسكلوجن يعني ايه؟ على سبيل المثال انا عايزه استثني يوزر معين ما يطبقش عليه البرميشن دي. تمام. او ابلكيشن معين ما يطبقش عليه البرميشن دي، او ما يطبقش عليه يعني مثلا يعني اليوزر لو حاول مثلا ان هو يعني يطبق برميشن على الابلكيشن ده ما تطبقش عليه. تمام. او لوك بوكس، حد سمع قبل كده عن اللوك بوكس؟ طيب عارفين الاوفيس 365؟ ما انت لو بتحضر وملتزم بدل البصه دي. تمام. تعالى اوريكم شكل الار محطه فين تحت بيكس تقريبا. لوك بوكس الاوفيس 365 ده اللي هو الاكستشينج اونلاين، بدل ما الاكستشينج سيرفر يكون عندي بيبقى موجود على الكلاود بتاع مايكروسوفت. تمام. نظام كلاودي. تمام. فافرضوا دلوقتي ان انا يعني انا تراستد ان مايكروسوفت ما بتقراش ايميلاتي او الداتا بتاعتي. مايكروسوفت بتتعهد ان هي عمرها ما هي تشوف الداتا بتاعتي نهائي. تمام. بس افرضوا دلوقتي ان مايكروسوفت محتاجه ان هي تشوف الايميلات بتاعتي او تشوف الداتا بتاعتي كنوع من الترابل شوت، انا اللي لازم اسمح له. فهدخل على الادمن سنتر بتاع الاوفيس 365 اونلاين. تمام. وادخل على سيرفيس سيتنجز كاستمر لوك بوكس واعمل لدي انيبل، اعمل لها اون بدل ما هي اوف اعمل لها ايه اون. هيدخلوا على الداتا بتاعتي؟ لا، هيروح مبعت لي على الانبوكس بتاعي الايميل ده. تمام. الايميل ده بيقولوا لي ها بقول لك ايه ريكوست انفورميشن، هتسمح لهم؟ ولو تاخدوا بالكم الايميل ده ما فيهوش اي لينك خالص كنوع من السكيورتي، كنوع من السكيورتي اصلا ما فيهوش ايه اي لينك نيجي. نيكست. هروح داخله انا تاني على الادمن سنتر، انا بنفسي اللي هدخل تاني على الاوفيس 365 ادمن سنتر، وادخل على داتا اكسس ريكوست واقول له هنا ابروف، واقول له هنا ايه ابروف. تمام. هيظهر لي الرساله دي يس، اقول له يس خلاص. وبعد كده هدخل عليها من هنا، ده بيقول لي هنا ان الديوريشن هتبقى ابروف بالمده كذا، الريزون ترابل شوت ايشو. يبقى انا كده اللي بسمح لناس معينه ان هم يدخلوا على مين؟ على الايميلات بتاعتي على اوفيس 365. تمام. هو ده المقصود بايه؟ باللوج. زي برضو ان انا ممكن ان انا اعمله ديسيبل على سبيل المثال ابلكيشن مثلا، هقول له الاول انيبل للابلكيشن اكسكلوجن، وبعد كده اقول له اكسكلود ابلكيشن، واحدد له هنا الابلكيشن اللي انا عايز اعمل له اكسكلود. يعني على سبيل المثال مثلا عايز اعمل اكسكلود للباوربوينت، يبقى اقول له باور بوينت دوت اي اكس اي، باور بوينت دوت اي اكس اي بوينت كده بي ان تي، واحدد له كمان الفيرجن اللي انا عايزاه. تمام. طيب ديسيبل، مش محتاجه ان انا اعمل اكسكلود ولا حاجه. ندخل هنا بقى على تمبلت، ندخل على مين؟ تمبلت. مش احنا اتفقنا ان هنكريت دلوقتي تمبلت؟ طيب التمبلت دي هاجي هنا اقول له كرييت ديستريبيوتد رايت تمبلت، بس قبل ما اعمل كده هقول له الاول تشينج ديستريبيوتد رايت بوليسي تمبلت فايل لوكيشن. فانا مجهزه اصلا الفولدر اللي على الاكتف دايركتوري عشان احط جواه الاكس ام ال فايلز بتاعتي بتاعت التمبلت، بيبقى امتدادها اكس ام ال. فهضغط هنا تمام انيبل اكسبورت، واكتب له هنا اليو ان سي المسار اللي هو مين؟ الشيرد. عندي كده اخده من هنا السيرفر ده انا مسميه باك سلاش باك سلاش روت سي اي على روت سي اي
على RNS templates. اخد ده كوبي ابلاي. لو كان اساسا ما ادتش بيرميشن هنا يا ساره كان هيدي ايرور، وهو لوحده بصراحه يعني هيروح قايل لي روح ايه دي في هناك بالظبط. اوكي نكريت بقى دلوقتي كده تمبلت اد، هديلها اسم اي اسم، زي مثلا هسميها فيو اونلي، واديلها ديسكريبشن نيكست. مين اليوزر اللي انا عايزه دلوقتي اطبق عليه التمبلت دي؟ وخدوا بالكم هو عايزها بصوره ايه؟ ايميل. فسي مثلا هضيف هنا احمد مثلا شيك. اوكي انضاف اهو احمد. اوكي احمد ده انا عايزه اديله اي بيرميشن؟ بصوا ليست البيرميشنز محترمه ازاي. على سبيل المثال انا هديله ايه؟ فيو. اقدر اقول له اديت سيف. لو شفته كمان ده انا ممكن اخليه اديت لكن يسيف لا. تمام؟ او للدقه لو قلت له اديت هو لوحده اختار سيف بالدقه يعني بصراحه. تمام؟ اصل اديت ليه من غير سيف؟ اكسبورت سيف از، ممكن ان هو يسيف لكن سيف از ما يعرفش. تمام؟ برنت فورورد ريبلاي اكستراكت الماكرو الملفات بتاعت الاكسل يقلبوا للماكرو ولا لا؟ ايه رايكم؟ انضف مليون مره من الاي تي اف اس بيرميشنز ولا لا؟ طيب نكست. السيرتيفيكت دي هتبقى اكسبايرد امتى؟ مش احنا اتفقنا ان اليوزر اصلا هيبقى ليه بيرميشن على الفولدر ده او على الملف ده سوري. تمام؟ انا ممكن اقول له ان هو نيفر اكسبايرز، او ممكن اقول له اكسبايرز on the following date او expires after the following duration بعد يومين ثلاثه. طب بعد ما الفتره دي تبقى expire قال لك ساعتها اليوزر مش من حقه انه يدخل على الملف. مين اللي من حقه يدخل على الملف؟ الروت او السوبر يوزر. مين؟ السوبر يوزر. في عندي نوعين من الاكسبيريشن، يا اما كونتنت اكسبيريشن يا اما يوز لايسنس اكسبيريشن. ايه الفرق ما بينهم؟ لو قرينا فوق كده بيقول لي ايه؟ if the content expires لو الفتره دي expires it must be republished if the information still needs to be available. يعني الادمن الروت ده او الادمن ده لازم ان هو يظبط الفتره دي فين. تمام؟ لكن لو اليوزر expired لو اليوزر لايسنس هي اللي expired ساعتها جاست بس ان اليوزر محتاج ان هو يكونتاكت تاني مع الار ان اس سيرفر بس عشان يرينيو السيرتيفيكت تاني مش اكتر. تمام؟ انا مش هعمل له expiration دي. next ايوه هنشرح وهتيجي التليفون لان بتاع عشان عملت سيرتيفيكيشن. تمام؟ كويس انك فتحتي. بيقول لي دلوقتي enable user to view protected content using a browser add-on. لو انا حطيت هنا علامه صح ده معناه ايه؟ ان اليوزر اساسا ممكن ان هو عن طريق add-on برامج بتنزل مع البراوزر add-on بسيط كده يفتح الملفات دي. تمام؟ او require new user license every time يعني disable client من الاخر يعني disable client side caching. يعني ايه؟ افرض دلوقتي ان الموظف ده معاه لابتوب واخد اللابتوب البيت هيفضل نكاش هيفضل نكاش البرميشن بتاعته. لو انا حطيت له هنا علامه الصح معني ان كل مره يحاول ان هو يفتح الملف ده لازم يكون في كونتاكت ما بينه وما بين الار ان اس سيرفر. ما بينه وما بين ايه؟ الار ان اس سيرفر. تمام؟ نيكست مش هحط revocation list ولا حاجه وفينش. انا كده كريت ايه؟ ادي تمبلت. تمام؟ تعالوا نعمل واحده ثانيه كريت اد سي مثلا هسميها المره دي موديفاي. موديفاي اد نيكست. انا كنت ضفت مين؟ عبير ولا احمد؟ يبقى نقول هنا عبير. اوكي وممكن اضيف اني وان. تمام؟ المره دي هخلي عبير تعمل ايه؟ تاديت. من حقها تسيب بس مش من حقها ان هي تسيب از. تمام؟ نيكست برضه هقول له نيفر اكسباير نيكست عشان اظبط اوبشنز هنا فينش. لغايه دلوقتي تمام؟ انا كده كريت تمبلتس. لو رحت هنا بقى على السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر بتاعي كنت حاطاه تحت ار ام اس تمبلتس ادي الاثنين هم. ولو جيت اثر الامتداد كده هلاقي الامتداد بتاعهم اكس ان ال. تمام؟ الخطوه اللي بعديها بقى بعد ما انا كريت الكلام ده كله بعد ما كريت التمبلت نتست بقى. فانا جاست بس ان انا هقوم دلوقتي المكنه بتاعت الكلاينت وبعد ما اقوم هسطب عليها الاوفيس لان هي مكنه تيم يعني هي ممبر من دومين بس هسطب عليها الاوفيس واوريكم ازاي بقى نتعامل مع الاوفيس. ماشي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتسطب الاوفيس وعملنا له اكتيفيت اوفيس 2016 تمام. انا داخله بالمناسبه اعتقد تعبير نتاكد كده سي ان جي او ام اي تمام. لو جيت دلوقتي فتحت الوورد مثلا على سبيل المثال وورد هكريت ملف سكيورد داتا او انا غلطت غلطه معلش انا اسفه هدخل على الشيرد فولدر انا مش كريته عندي انا كريته على مين؟ على الشيرد فولدر فاسمه روت سي اي على سمع بقى ار ام اس دوكس بقى تمام. وكريت هنا ملف وورد واسميه مثلا عبير داتا عبير داتا تمام وسيف. لغايه دلوقتي اي يوزر تاني هيلوجن على الشورت فولدر ده هيشوف الداتا بتاعتي ويعدل فيها كلمه لان تاني انا كادمن مديالهم كلهم موديفاي برميشن صح. عبير بقى هتعمل ايه؟ هتيجي على فايل انفورميشن بروتكت دوكيمنت. بروتكت ايه؟ دوكيمنت. اول ما تضغط هنا لقيت هنا اوبشن اسمه ريستريكت اكسس ولما دخلت عليها كونكتد ورايت مانجمنت سيرفر اند جيت تمبلت تمام. بيحاول دلوقتي ان هو يكونتاكت مع الار ام اس تمام. طب انت مين؟ تي شوت على عبير لان انا طبعا مش من حقي ان انا اعرف اي كريدنشلز غير بتاعتي صح كده. دخل عليه لو وقفت عليه تاني كده ريستريكت اكسس او ريستريكت اكسس اه بصوا دي اتغيرت تمام. دلوقتي الناس كلها ليها ريستريكت ان ريستريكتد اكسس اي حد هيعدي في الملفات بتاعتي. وبصوا جاب لي التمبلت ازاي. بالمناسبه ايام ويندوز سيرفر 2012 كان في اكسترا كونفيجريشن عن طريق الجروب بوليسي عشان التمبلتس اصلا تظهر لليوزر انما ظبطوها في 2016 بسرعه. التمبلت اصلا اتبعتت ايه لليوزر على طول تمام. لو اليوزر عايز يظبط البرميشن بمزاجه يجي هنا يقول له ريستريكتد اكسس. طب انا دلوقتي ريستريكت اكسس مين عايزه تدي له ريد ومين عايزه تدي له تشينج. فسي مثلا هاجي على ريد واقول له احمد تشيك نيم اوكي تمام. احمد هدي له ريد مور اوبشنز. لو حبيت اظبط اوبشنز ثانيه بقى على سبيل المثال اكسبيريشن داي يقدر ان هو يبرنت ولا لا. يقدر كمان لو هو عايز يطلب برميشنز زياده يبعت ايميل لعبير. لما سالتيني يا ساره ايه لازمه الايميل لان اليوزر الثاني من حقه ساعتها انه يبعت ايميل لليوزر الاولاني عشان يطلب برميشنز اعلى تمام اوكي. لو دخلت هنا بقى على بص كده ايه اللي حصل تحت هوم تاب ريستريكتد اكسس تمام. لو وقفت على اللينكه دي ضغطت عليها رجعني لدي. لو وقفت على دي تشينج برميشنز جاب لي دي. تعالوا نشوف بقى على لوك اوت دلوقتي سيفيان هلوك اوت وادخل باحمد واشوف بقى احمد من حقه انه يعمل ايه تمام. اذر يوزر تي شوت على احمد لسه كريت البروفايل. طب هوقف الفيديو لغايه ما يخلص تمام. انا داخله دلوقتي باحمد متاكد كده هو اماي احمد. احمد لو حاول دلوقتي ان هو يدخل على الشيرد فولدر باك سلاش باك سلاش روت سي اي على ار ام اس دوكس تمام. دبل كليك على الملف بتاع عبير this content couldn't be accessed using your current credentials do you want to use your microsoft account to access this content no مش عارف تعمل حاجة تمام. بس مش هو ده اللي انا عايزاه. accept يعني ask me later accept. هو ده مش اللي انا عايزاه. انا المفروض نديله view صح. فجست بس ان انا هاجي على الشيرد فولدر ده اكريت اي حاجة كده مبدئيا word احمد بيتا علشان بس جاست ان انا احاول ان انا عن طريقه اكونكت على الار ام اس ريستريكت
عشان لسه ما عملتش كونكت فعلا على الار ام اس. تمام. تي شوت على احمد. تمام كده خلاص قدرت اعمل كونكت عليه. ظهر لي اهي. لو جه تاني بقى يحاول ان هو يكونكت على الملف بتاع عبير ده كده مش هعمل. عبير عبير ده تشافها صح؟ طيب فايل نيو او بلاش هنا تول. انا تقريبا مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. طب فيو برميشن من حقي ايه؟ فيو بس. تمام. كاتب لي فوق ريد اونلي. انا عماله اضغط على كنترول بي عشان اطبع مفيش. اخد كوبي مفيش. تمام. احاول اعمل اي حاجه مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. بصوا دي سيف سيف از برنت كله مقفول بالنسبه لي مش عارفه اعمل حاجه. تمام. اخده كوبي وحطه عندي انا دبل كليك بستهبل عليه نفس الكليك مش عارفه اعمل حاجه. تمام. البرميشن نفس البرميشن. يبقى حتى لو اليوزر اخد الملف ده حطه على كريزه او في اي بيئه ثانيه مش عارف يعمل اي حاجه. تمام. طب تعالوا نجرب بقى حته التمبلت. احمد داتا. احمد داتا كنترول اس. احمد هيدخل على فايل بروتكت ريستريكت سي مثلا ان انا هظبط ايه موديفاير. موديفاير انا كنت مديها منين؟ دي هو صح؟ عبير تقريبا. نتاكد برضو كده. موديفاي دبل كليك يوزر رايت. اه عبير. سي مثلا اخليه اديله ايه موديفاي. يبقى انا حتى مش محتاجه ان اليوزر ذات نفسه يظبط البرميشن بنفسه ممكن يستخدم ايه تمبلت وخلاص. تمام. هلوج اوت دلوقتي سيف يعمل ونجرب بقى ادخل كده بعبير ونشوف فعلا عبير بقى لها دلوقتي موديفاي حق ان هي موديفاي ولا لا. تمام. عبير ندخل كده على الشيرت فولدر الداتا بتاعت احمد. تمام. احمد عرفت ان هي تاخدها اهو. تمام. موديفاي يو برميشن من حقها ان هي تاديت صح؟ اديت كنترول اس السيف موديفاي خلاص. تقدر تعدل في الملف عادي جدا ومفيش اي مشكله. وباكد تاني لو اخدت الملف ده وحطته على فلاشه على بيئه ورك جروب على جهاز تاني ليها نفس البرميشن. ليها ايه؟ نفس البرميشن. هنت بس كده عشان يبقى قفلنا الموضوع ده. السيرتيفيكت اعلى قطعه بالموضوع. في الار ام اس انا عندي نوعين من السيرتيفيكت اللي هما السيرتيفيكت الاولانيه اللي بتسكيور السيرفر اللي بتسكيور الاي اي اس عشان انا كنت سطبت الاي اي اس اللي بيعمل لها سكيورتي التمبلت اللي اسمها اكس دوت 905. تمام. لكن في سيرتيفيكت كمان بتتنقل اصلا ما بين اليوزر وما بين السيرفر وللدقه ما تعتبرش سيرتيفيكت قوي هي اكس ام ال فايل. هي اكس ار ام ال فايل للدقه. رايت. تمام. للدقه اكس ام ال فايل او ايه؟ انا كتبتها ام سوري اكس ار ام ال فايل. تمام. هنت بس كده بسيطه على فكره. السيرفر ده كان زمان اسمه اي ار ام. اول ما اتعمل كان اسمه اي ار ام انفورميشن رايت مانجمنت. في اي مشكله في رايت مانجمنت؟ شور؟ ماشي.